لا 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 لا، هو اصل احنا ايه، انا هقول لك كل الصراحه. اتفضل. اصل احنا النهارده كان عندنا 7 حصص فاضيين. نعم، كان عندنا 7 حصص فاضيين. 7 حصص فاضيين. فانا قلت يا واد بدل ما تضيع وقتك انزل الحوش ذاكر. فنزلت اذاكر، فجانا المشرف قال لنا العيال الصايعين ولاد الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا. فانا طلعت. قال لكم العيال الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا، فانت طلعت. طلعت. طلعت ليه يا حبيبي؟ عشان الاثنين، عشان الصايعين ولاد الصايعين، وعشان اللي ما دفعوش المصاريف. مصاريف ايه؟ ولا انا عايز افهم المصاريف دي هتدفعها كم مره في السنه؟ لا لا، ما انا اتصرفت خلاص. عملت ايه يا حبيبي؟ قلت لهم ابويا متوفي وعاجز عن العمل. ابويا متوفي وعاجز عن العمل وبيمشي على عكاكيس كده. قالوا لي لازم تجيب شهاده من اي حد يضمنك تاني، اي حد تجيبه يضمنك. فروحت لعم شكري، قلت له عم شكري بابا بيسلم عليك وبيقول لك هو متوفي وعاجز عن العمل، ولو سمحت تجيب ده.